والله اخي دمار والله اخي يعني ستوتات يمكن خمس ست ستوتات وقعت هاي من 2005 هذه مو جديده يعني لا اليوم ولا الباحة يعني يعني حتى العالم الطلاب الطلاب من يطلعون ماكو الناس ناس تجي من هنا تروح من هنا اشوف الطفل وقع من المطر فيضانات بيوتنا داست من المي يعني نزيل صار داخل بيوتنا يعني هي شغله تافهه مو هذي شغله كبيره يعني ما يراد لها ذاك الشيء كل شيء عندهم وشيء يراد لها هي ليش بغير مكان يسوون هنا ما يسوون وهذا حي الميثاق هذا مرتبط مع السوق يعني مو شغلة خدمي هذا يعني ناس رايحة جاية من هنا كله الطريق هذا رئيسي هذا يعني ما يوم الباحة هي شغلة البلدية إيش شيء اغسل لك من البلدية ولا يجون شيء واحد ولا شاف احد فرد يوم يعني هذه المنطقة تقريبا ست سنين طسة ما يعرفون يسوون اكو مهندس ما يعرف يسوي طسة مسؤول ما يعرف يسوي طسة كلهم مسؤولين بالمنطقة هنا يوميا يفوتوا من الطاسه وما حد يعرف فيها يعني ما يجي يدز احد يصلحها او كذا لا على هذا المطر ما المجاري ما المنطقه اصلا ما بي من المجاري مين تمشون انتم من الرصيف؟ والله نطلع الرصيف بالطاسه مشبولين يعني يوميا كل ما نعمر الطخم من وراهم احنا هاش الطاسات ما حد يسويها يقول ما عاد ميزانيه عليها يعني يا جماعه قالوا ما عدم ميزانيه على الطسه وهم كلها ياخذون من ما تنظيف امه والله تجمع وياها السيارات تفوت هنا والله حتى عندي سياره سوري انتم ما تفوت من هنا والله والله اروح افر من هناك ولا ثلاثة اربع افرع لي ما اجي افوت من هنا يعني هاي صار لها سنين مو سنه وسنتين كل ما يجي تجي مال دوله انتخابيه نسوي لكم نسوي لكم نحفر الشارع نسوي بوري وكل شيء ماكو جاب والله طول قبل ما يصلونها عافوها ومشوا يقول هاي اللي هنا احنا ما يمنا بالخريطه ما مبلطه والله شو تقول لهم ما تعرف هاي عاد تشوف السيارات تمشي على الرصيف وتطلع على الرصيف كلها ما حد يخاف على سياراتها والله سيارات العالم تتفلش يا اخويا كلها حديثه كلها تعلم تتفلش احنا حاليا منطقه الميثاق آه احنا نعاني من هاي الطشه والناس كلها تعاني ونطالب الحكومه المحليه يعني ان نشوف لنا صوره حل لهذا القصة والله والله الناس تبت مني انا صراحه يعني